المصحف حاليا الموجود المطبوع في ما يسمى بمصحف الملك فهد هو بقراءة علي بن أبي طالب. يعني من يجب أن نعرف بأن الإمام علي هضم نفسه في أمور كثيرة من أجل أن يوصل القرآن الكريم وهو حجة الله على خلقه. لماذا قلت أنه بقراءة الإمام علي؟ لأن بالإجماع بأن المصحف الحالي من رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب، وبعضهم ذكر عثمان بن عفان، ولكن أبا عبد الرحمن السلمي عند أهل الحديث المتوفي عام 62 لم يسمع من عثمان وإنما سمع من علي. وقد اتهم بالنصب أيضا، قد اتهم عند السنة وعند الشيعة، اتهم بالنصب أبو عبد الرحمن السلمي، وأنا لبحث خاص فيه وأبرئه من النصب. والذي شوه صورته هو سعد بن عبيدة أحد المحدثين، وكان سعد بن عبيدة هذا في جيش عمر بن سعد، ولا يوثق، كأنه يريد أن يفصل الأمة عن أبي عبد الرحمن السلمي، وقد اغتر بتشويهه لسيرة أبي عبد الرحمن السلمي، اغتر بها السنة والشيعة معا. فالمصحف الحالي الموجود في عندنا في المملكة الذي طبعه الملك فهد هو بقراءة الإمام علي بن أبي طالب. فإذا ما فعله الإمام علي يوم السقيفة من حيث ما يسمى بالصبر والتحمل والابتلاء كان لغايات إن فاتته إن فاتت السلطة التي يستطيع بها أن يؤثر تأثيره مباشرا، فعلى الأقل بهذا الصبر وما قد يفهم منه من استكانة وخضوع هو لإيصال ما هو أهم وهو هذا القرآن. طبعا كان عنده أصدقاء مشتركين إن صح التعبير، أبو أبي بن كعب، خزيمة بن ثابت، أبو أيوب الأنصاري مجموعة، ويستطيعون التأثير على السلطة، يعني أو يستطيعون أن يوصلون بعض يوصلون هذا القرآن الذي كتبه. أنا طبعا لا أرى فرقا بين النسخة التي كتبها والنسخة التي اعتمدها عثمان، إلا ربما من حيث الترتيب، ترتيب الصور، هل هي حسب النزول أم هي كذا، يعني أو قد تتقدم صورة على صورة، وقد يكون فيها بعض التفسير، بعض التفسير المصاحب أو التأويل في كهوامش نسخة الإمام علي في هذا. طبعا وقد وردت روايات بأن الإمام علي بابن الزبير اعترف بأن الإمام علي هو الذي حرض من طريق ما على اعتماد مصحفه، وربما حتى خزيمة بن ثابت الذي وجد عندها قصورة كان من أخلص الناس للإمام علي، وله شعر في اعتماد إمامته وخلافته ووصيته، وشهد معه 60 وقتل معه يوم 60. فالإمام علي كان يعمل على أكثر من، يعني إن لم يفد المجاهرة والعرض ربما يأتي من طرق أخرى، عن طريق بعض الصحابة المقربين الذين لهم صلة، ما بزيد بن ثابت على الأقل، لأن زيد بن ثابت أنصاري وهم أنصاريون. طبعا القضية